كانت أليكسيا أشفورد نتاج المدونة تجربة فيرونيكا، توأم تم إنشاؤه بشكل مصطنع ولد باستخدام مادة وراثية مأخوذة من الجثة المحفوظة لسلفها العظيم فيرونيكا، جنبا إلى جنب مع جين معزول معزز بشكل مصطنع ينظم الذكاء. ولدت كواحدة من توأمين في عام 1971، وحتى عندما كانت رضيعة أظهرت قدرات رائعة على التفكير المستقبلي وسلوكا وسلوكيات ناضجة. العقل المدبر للكود كانت فيرونيكا والدها ألكسندر أشفورد، على الرغم من أنه ليس بيولوجيا، حيث لم يتم إدخال الحيوانات المنوية الخاصة به أثناء عملية الإخصاب. يبدو أن ترقيعه الاصطناعي لجين الذكاء قد نجح، ومنذ سن مبكرة أثبتت اختبارات الكفاءة المتعددة أن أليكسيا لديها مستويات ذكاء سريعة صنفتها على أنها عبقرية أوبر. لكن هذا التلاعب بجيناتها قد سلب أليكسيا كل الإنسانية والرحمة، وغرس بداخلها عقدة تفوق مستهلكة بالكامل. كانت باردة ومؤرقة بشكل غير عادي، ولدت بقلب شرير. كان لديها شقيق توأم يدعى ألفريد، عانى من نفس المشاكل، ولكن لأنه كان منتجا ثانويا غير متوقع للتجربة، لم تكن مستويات ميوله الذهانية مرتفعة تماما. بينما يمكن تصنيف الفريد على أنه مجنون، كانت أليكسيا معتلة اجتماعيا بالكامل. كانت علاقتهم أيضا غير متكافئة للغاية. لقد عاملها بأقصى درجات الحب والتفاني، لكنها سيطرت عليه مثل السيد الذي قد يكون عبدا. تلقت أليكسيا تعليما خاصا، وقضت معظم سنواتها الأولى محصورة في قاعدة القطب الجنوبي. دخلت الجامعة في سن مبكرة جدا، وفي سن 9 سنوات فقط كانت مسؤولة عن معهد المظلة الألماني. بعد عام تخرجت من جامعة مشهورة عالميا في سن 10، والتي تصدرت عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم. اقترحت مظلة الشركة التي كانت حريصة على تطوير مثل هذه الموهبة منصب كبير الباحثين في قاعدة أنتركتيكا، وتولت دور المخرج من والدها. أصبحت أليكسا قصة الشركة بأكملها، وسرعان ما أقامت منافسة شرسة مع ويليام بيركين الذي كان يشعر بالغيرة من إنجازاتها وحقيقة أنها كانت أصغر منه. بينما بدأ وجودها وسمعتها في تعذيب عمل بيركين في مختبرات أركلي، ضمنت عبقرية أليكسيا أن أبحاث فيروسيتي في أشفورد عادت بسرعة إلى مسارها الصحيح، وجاهزة للارتقاء فوق فرق البحث العليا الأخرى العاملة في المشروع. كان الإسكندر فخورا جدا بابنته، وشعر بالارتياح لأن قلبها كان يعوض بسرعة عن عيوبه. كان أمله في محاكاة عمل أليكسا وتجاوز حتى والده إدوارد أشفورد العظيم. يعطي أليكسيا عقدا من الجواهر الحمراء، ويمكن إزالة الجواهر وتسليمها كدليل على نسب عائلة أشفورد، كما أعطاها صندوق موسيقى عتيق كهدية. أصبحت ألحان فرساوس التي تم عزفها على صندوق الموسيقى هاجسا لها، وصنعت كلماتها الخاصة التي تصور ملكا ودودا. تزوج ملكة سيئة للغاية، واخترق في النهاية قلب الملك بسهم. سيكون لهذه الكلمات معنى كبير سيجمدك في السنوات التالية. بالنسبة لأبحاثها حول فيروسيتي، ركزت أليكسيا على دراسة النمل وهيكلهم الاجتماعي الجماعي وروحانية عقل الخلية. أثناء فحص ملكة النمل وجدت آثار فيروس قديم. قامت بدمج هذا مع فيروس السلف وحقن الحمض النووي المأخوذ من النبات لملء الفجوات في تسلسل الجينات. هذا خلق سلالة جديدة من فيروسيتي أليكسيا تسمى تيفيرونيكا. سرعان ما أصبح الفيروس الجديد قصة مختبرية، وسرعان ما انتشرت شائعات حول إمكانية انتشار فيرونيكا إلى فروع أخرى من المظلة. لكن داخليا غيم شغف أليكسيا للهيمنة على عقلها، ولم تكن ستستعيد المجد السابق لعائلة أشفورد. بدلا من ذلك
استخدمت تيفيرونيكا منذ البداية لتشكيل العالم في مستعمرة من النمل الافتراضي العملاق، ونفسها كملكة تتحكم في كل طائرة بدون طيار تعمل تحتها. كانت هذه الرؤية بسبب عزلتها في كونها ذكية للغاية، وقررت في النهاية أن جميع المخلوقات الأخرى كانت تحتها. كانت دائما معزولة اجتماعيا وليس لديها أصدقاء، وتم عزلها عن الزملاء. ووصفت بقية البشرية بأنها جماهير جاهلة، وحتى أنها رأت أن شقيقها ليس أكثر من نملة جندي مخلصة. كانت التجربة المبكرة التي تثبت العمل المثالي لنظام بيئي متناغم هي إنشاء أليكسيا جيراب، مصنع ضخم مع الذكاء الواعي. عندما تم إتقان فيروس تيفيرونيكا، خططت أليكسيا لحقن نفسها، مما منحها علاقة تكافلية مع النباتات والتحكم العديد من ساقيه واسعة النطاق. حتى الآن بدأ الإسكندر يرى خطر هوس ابنته بفيروس فيرونيكا، بعد اكتشاف أدلة في مختبرها على أنها كانت تجري تجارب بسيطة على جسدها. لطالما شكك في سلامة أليكسا وعبء ذكائها الاستثنائي ورغبتها في إطلاق العنان لفيرونيكا حول العالم، فقد عمل مع صناعات المظلة لإنشاء قاذفة خطية سررا، سلاح قادر على انبعاث جزيئات الطاقة المشحونة المصممة لمهاجمة الكائنات الحية المصابة بتيفيرونيكا. يخفي السلاح ويسجل الكود مسبقا رسالة توضح أن فيرونيكا قد وصلت إلى مرحلة مهمة، وتحتاج إلى استخدامها في حالة بدء دسيسة ابنتها تؤتي ثمارها. في عام 1983 اكتشف أليكسا وألفريد سررا مرعبا حول أصولهما، عندما اقتحموا مختبرا تضمن جميع أرشيفات الكود أبحاث فيرونيكا. ردا على ذلك قاموا بالقبض على والده وتحييده قبل أن تعطيه أليكسيا حقنة باردة من فيروس تيفيرونيكا. لكن التجربة كانت فاشلة، ولم يستطع جسد الإسكندر التعامل مع الفيروس الذي دمر خلايا دماغه بسرعة وحوله إلى وحش رهيب. تستخدم أليكسيا نتائج هذا الاختبار لزيادة تحسين الفيروس، بافتراض أن جسم الإنسان لا يمكنه التكيف مع الفيروس إلا إذا تم إدخاله في الدورة الدموية البشرية بمعدل منخفض بسرعة، مما يسمح لجهاز المناعة الطبيعي بإنشاء أجسام مضادة لحمايته من تدمير الخلايا. الآن خططت لحقن نفسها والذهاب إلى النوم المبرد، حيث سيتم تجميدها قريبا وستتباطأ علاماتها الحيوية قريبا. توقعت حساباتها أن الأمر سيستغرق 15 عاما حتى يتكيف جسدها ويتعايش مع فيروس فيرونيكا. في أواخر من 1983 إلى 12 أجرت أليكسيا تجربة وأغلقت عند مستوى بستة في مختبر تركيتياكا. لم يكن لديها خيار سوى الوثوق بسلامتها في شقيقها المخلص، ولكن غير الكفر. لكن تفاني ألفريد الأعمى يعني أنه لن يسمح أبدا لأذى شخصيتها المكشوفة. كغطاء صدر بيان عبر جميع المظلات بأن أليكسيا ماتت في التجارب المعملية. تم إغلاق جميع السجلات على تيفيرونيكا بعد ذلك بوقت قصير، وتم إلغاء المشروع رسميا. تعافت أعمال ويليام بيركين بسرعة بعد أن فقد أكبر منافس له ومنع زميله البرت ويسكر من محاولة الدخول في أعمال أليكسيا. بعد 15 عاما في عام 1998 استيقظت أليكسيا باستخدام قوة كبيرة في جسدها. كان مشهدها الأول هو مشهد شقيقها المحتضر، وكان آخر عمل له هو إيقاظها من سباتها. أليكسا الجسم تي، إن الانسجام مع فيرونيكا حافظت على شكلها البشري. مزيد من التفاصيل حول هذا هنا. تجمع عينة من سلالة فيرونيكا المستقرة من دمها وتحقنها في سيتيف، ولكن مثل الإسكندر الذي سبقه فإن جسده غير قادر على التعامل معها، ويعاني من تدمير سريع للخلايا ويتحول إلى وحش. كانت أليكسا قد خططت لاستخدام فيروس فيرونيكا للسيطرة على الكوكب بأكمله، لكن كريس ريدفيلد أحبطها في النهاية ودمرها باستخدام قاذفة خطية،
وهو سلاح طوره والدها المكروه بشكل يبعث على السخرية.